اهلا، سوري يا جماعه معلش التليفون. الو، اي مالك؟ اي حبيبي، انا في تصوير دلوقتي. قول لي انت عايز فلوس؟ انا اديتك 200 جنيه الصبح، صرفتهم كلهم. اوكي طيب، معلش ممكن تاخد اختك جنى؟ ضيعت فلوسها تاني؟ طيب بص يا حبيبي، مش عارف ابعت لك فلوس دلوقتي، ممكن لما اجي ان شاء الله. ماشي شكرا، يلا مع السلامه. انت مش كنت قلت لي في حاجه ممكن تخلصنا من مشاكل فلوس دي؟ اه طبعا طبعا، في تطبيق انا بستخدمه شخصيا مع اولادي، بيسهل لي جدا ان انا اتحكم في مصروفهم. سهل جدا ان انا احول لهم فلوس في اي وقت وهما في اي مكان، بيجي لهم على الكارت بتاعهم. بالاضافه كمان ان الكارت بتاعهم ليه اشكال كتير قوي، فسهل جدا، الاولاد بيحبوه جدا وبيختاروا الكارت اللي هم عايزينه، في التالي بيحافظوا عليه. ايه ده، حلو جدا. طب وهما لو صرفوا بقى في مكان، ابقى عارف صرفوا كام وامتى او كده؟ اه اكيد طبعا، هيجي لك بص اشعار في نفس اللحظه بالظبط على طول على الموبايل بتاعك، يقول لك هو صرف كام وفين، وحاجات اكتر من كده بكتير بقى. تحفه جدا. طب قول لي ده اسمه ايه بسرعه عشان انزله عشان استخدمه. مصروفي. اهلا شاركس، انا مصطفى. ازيكم؟ اهلا، ازيك يا مصطفى؟ احنا مصروفي. مصروفي هو مشروع تكنولوجيا ماليه بيساعد الاطفال من سن 5 ل 15 سنه ان هم يستخدموا وسيله دفع الكتروني اللي هي كارت مصروفي. مشاكل بين الاباء والابناء كتيره قوي ليها علاقه بالفلوس، يا يعني اما ان هم بيضيعوها او بيصرفوها بشكل غير مسؤول. بالاضافه ان مفيش وسيله دفع الكتروني للاطفال في السن ده. انا كولي امر محتاج ان يبقى عندي تحكم في مصروف اولادي وفي الصرف بتاعهم، وعايزهم كمان يتعلموا ازاي يتعاملوا مع الفلوس بشكل مسؤول. عشان كده احنا في مصروفي بنساعد الاولاد ان هم يصرفوا بشكل مسؤول، يوفروا جزء من مصروفهم، يكسبوا وحاجات تانية كتير، والأهم إن كل ده تحت كنترول كامل وتحكم كامل من الآباء. الفرصة في مصر كبيرة جدا، احنا عندنا في الشريحة دي 20 مليون طفل تقريبا مصروفهم في السنة حوالي 240 مليار جنيه، واحنا قدرنا في الفترة اللي فاتت في الشهرين اللي فاتوا ان احنا نطلع بتطبيق الآباء والكروت الدفع بتاعة الأولاد، وقدرنا من خلال استهداف المجتمعات المغلقة اللي هي الكلوزد كوميونيتيز ان احنا نشغل مصروفي في مدرستين بكثافة 1200 طالب كمرحلة اختبار علشان نقدر نوسع بعد كده أكتر. كمان احنا عملنا شراكات مع كيانات كبيرة زي البنك الأهلي وفوري وجيديا علشان نسهل عمليات الدفع ونسهل الانتشار. مش بس كده، احنا بنستهدف بنهاية Q1 أو الربع الأول من 2023 احنا نطلع كارت بنكي مصروفي. عملنا اتفاقية مع بنك كبير موجود في مصر ومع مؤسسة مالية عالمية علشان تسهل لنا الموضوع ده. احنا بنستهدف ان احنا نوصل بنهاية 2023 ل 50 ألف كارت، وعلشان نحقق ده احنا طالبين 16 مليون جنيه في مقابل 10% حصة في مصروفي. مصطفى وسيد، انتوا بتاكلوا حاجة مهمة جدا، يعني انا كأب بعاني منها زي ما انت بالظبط. زي ما انا بعاني مع مالك كده. بس سؤالي الاولاني ليك، ايه اللي يمنع اني بيمنت اب النهارده ان هي تخش في الشريحه؟ هل في بارير في الحته ديت، في حاجه معينه في التكنولوجي بتاعتكم في الرخص اللي انتوا واخدينها؟ والرخص دي بالنسبه لي مهمه جدا، لان انا لما سالت لازم يبقى 16 سنه 16 سنه طبعا. انتوا ازاي عرفتوا تتخطوا الاوبستكل دي؟ اوكي، تقريبا حاليا الوحيدين في مصر اللي بنوفر كونسبت بالشكل ده. في انترناشونال براندز موجوده، احنا بنحاول نجيب نفس الكونسبت بالظبط، بس احنا من خلال الاتفاقيتين اللي احنا عملناهم مع البنك ومع المؤسسه الماليه دي اللي هي برضو اول مره تشتغل في مصر، هم خدوا كل الابروفلز والبرميشنز تقريبا من البنك المركزي، واحنا هنعمل معاهم زي API integrations علشان خاطر نقدر ان احنا نطلع الكروت للسن ده، وكمان ان احنا يعني نتوسع بشكل اكبر في الماركت سواء مصري او جلوبال. طب بقالكم قد ايه؟ سنه في الديفلوبمنت وشهرين لانش يعني اوفيشال. يعني ما انا سؤالي هنا بقى، انتوا الفلوس اللي انتوا بتخش لكم ازاي؟ احنا بناخد طبعا نسبه من الوالت لودنج. هو يعني باشمهندس سيد ممكن يوريكم البرنامج بيمشي ازاي اصلا الابلكيشن. هندخل على الستور الخاص بالموبايل بتاعنا، هنعمل سيرش على مصروفي بنفس السبيلنج اللي موجود في اللوجو، هنلاقي الابلكيشن اسمه مصروفي بيرنت، هنعمل له داونلود. المرحله الثانيه بنبدا كولي امر بيدخل يحط بين كود اللي بيستخدمه عشان لما يجي يحول الفلوس ما بين محفظته وما بين الاولاد او العكس، كده يبقى هو خلاص عمل البروفايل. بعد ما بيعمل البروفايل، اول مرحله ليه اللي هي ان هو يعمل لود للوالت بتاعته، بيبدا يا اما يحط الرقم اللي هو عايزه او بيختار اي رقم من الموجود هنا، وات ايفر مثلا 2000 جنيه، هيبدا يعمل ديبوزيت. هيقول له طيب احنا هنا ال 2000 جنيه دول عليهم كوميشن 62 جنيه و50 قرش، فكده التوتال اللي هو هيسحبه من الرصيد بتاعه من الكريدت كارد بتاعه هو 2062، وهو ده جزء الكوميشن اللي بيروح من جزء للبنك. كام؟ 0.3 1.2 لينا، وبالنسبه للبنك 1.8، لان احنا
عاملين انتجريشن بيمنت جيت واي دي مع البنك الاهلي، فالبنك الاهلي بياخد جزء واحنا جزء. بيبدا بعد كده طبعا الكارت بتاعي فيزا ماستر كارد او ميزا وتيفر، لو قلنا مثلا فيزا هنا بقى نتحول على الجيت واي بتاعه البنك الاهلي، نبدا نحط 16 رقم بتوعنا والسي في في وكل الداتا بتاعه الكريدت كارد بتاعتنا. اوريدي بعد ما بعمل العمليه دي هو بيرجعني تاني على الداشبورد ويقول لي ان الوالت بتاعتك بقت رصيدها المبلغ الفلاني، فالبالانس بقى بتظهر فوق دي كده بتاعت الاب. دلوقتي معانا الرصيد بتاعي، لو انا كنت حطيت ال 2000 جنيه كنت هلاقي يعني يوم 2089 جنيه. ده رصيد الاب مش مش الاولاد. طيب ده طول اولادي اللي انا مسجلهم على السيستم. لو انا عايز اضيف بقى لبقيه الاولاد كده خلاص انا عملت الوالت بتاعتي او محفظتي، ابدا اقول له اد تشايلد وضيف بقى اولادي واحد ورا الثاني. كفايه ثلاثه سايب ايه هو كده كفايه هم كفايه فعلا الحمد لله. احط له، لازم احط له صوره طبعا، اسمه عربي وانجليزي، لو عنده موبايل نمبر مش عنده مش مشكله، واحط البيرث ديت. هنا اهم حاجه عندنا اللي هو الديلي ليميت. الديلي ليميت بقى انا في خلال اليوم الواحد هيصرف قد ايه، اقدر احطها هنا واغيرها. زيرو ده يعني انليميتد، يعني هو يقدر يصرف اي رقم احنا عايزينه في يعني اي يعني انا بعت للولد 500 جنيه على الكارت بتاعه بس انا عايز يصرف في اليوم 50 جنيه ما يزيدش عن كده، هو المكنه ما تقبلش اي ترانزاكشن اكتر من 50 جنيه. طيب ده البروفايل مثلا بتاع يوسف، ببدا اشوف ادي دي بقى كل الترانزاكشنز اللي يوسف عملها. بالزبط. انا قدرت في الوقت الفلاني عرفت هو خصم قد ايه، صرف ايه، صرف فين، صرف امتى بالظبط. وطبعا دي بيجي لي عليها على طول اشعار او نوتيفيكيشن على الموبايل دايركت في نفس اللحظه اللي هو بيصرف فيها. فانا بعرف هو صرف فين. فانا لو هرب من المدرسه اكيد هيتقفش وهيعرف. انا دوس على الاي تي ام كارد لانه يصرف في نفس الوقت بتاع المدرسه. الاي تي ام كارد. طيب الاي تي ام كارد وده الكارت اللي هو اختاره. احنا ممكن يعني هنا دي كروت بقى اسمها حضراتكم ممكن انتوا بقالكوا شهرين صح؟ بقالنا شهرين. كام ترانزاكشن حصل؟ يعني احنا بنتكلم في حوالي حصل لودنج للوالت 300,000 جنيه وحصل ترانزاكشنز حوالي 150,000 جنيه او 190,000 جنيه من البي او اس. قيمت ازاي الشركه ب 160 مليون جنيه؟ هو ده في بالنسبه للفنتك مالتيبل فالويشن. بص انا عايزك تبقى مركز في الكاش فلو عشان انت النهارده طبعا محتاج يبقى عندك حاجه تعيشك، ما يبقاش انت قاعد كل شويه تعمل راوندز على فالويشن اكزاجيريتد. فانت صح. السنه الجايه هتعرف تشيل مصاريفك ولا اللي هيخش معاك هتقول له لا احنا هنضخ تاني بين تارجت بروفيت باي كيو 4 2023 هنبقى بنعمل بروفيتس. احنا الانولايزد ريفينيو بتاعنا 480,000 دولار اللي هو حوالي 12 مليون جنيه بنهايه السنه، بنهايه 23 وده اللي بيزد عليه المالتيبل فالويشن. هتاخد 3%. يعني انت عايز تعمل ترانزاكشنز بكام بقى عشان يبقى 3% بتاعهم 12 مليون جنيه؟ يعني هيعمل ترانزاكشنز بحوالي 300 مليون جنيه. طب خليني اقول لحضرتك برضه حاجه هنا. 400 مليون جنيه ده بيزد على تارجت 50,000 كارت في السنه. خليني اقول لحضرتك حاجه هنا برضه مهمه، ما تاخدش الثلاثة كلهم كمان. ايه عشان نستوضح الرقم اللي احنا عاملين ديسكاسو ده بالظبط. خلينا اقول لحضرتك حاجه، 12 مليون اسف لمقاطعتك، ال 12 مليون اللي انت قلتهم دول الريفينيو بتاع مصروفي بالظبط. احنا بنكسب من الوالت لودنج، لما حاليا في الوضع الحالي بنكسب كمان من الترانزاكشن اللي بتحصل على البي او اس من الفندر اللي بتتخصم من الفندر، بس في الوضع اللي احنا اوريدي هنبقى فيه في كيو 1 اللي هو الكارت البنكي هيبقى فيه بقى اكتر من حاجه. هيبقى فيه على الترانزاكشن فلوس بتدخل لنا من الشركات اللي احنا هنبقى متعاقدين معاهم، يعني الشركات الماليه، وكمان الكارت نفسه في مكسب. يعني احنا حاليا الكارت فيه بروفيت قويه جدا، يعني احنا كارت بيتباع ب 75 جنيه احنا مكسبنا منه 50 جنيه. ده غير بقى ان انا لما اوصل ل 50,000 كارت انا بتكلم على ريفينيوز ثانيه بقى هتيجي من ادفيرتايزنج، هتيجي من ماركت بليس انا هعمله. الفلوس اللي هي مطلوبه للاسك تقضي سنه ونص صح؟ سنه. دي نقطه مهمه قوي يا ايمن، بيقول لك الفلوس اللي هو طالبها 16 مليون دي تقضي ده هيبرنت في سنه. هتبرنت في ايه بقى؟ ماركتنج وديفلوبمنت واوبريشن. انا عندي نصيحه مهمه قوي، ده من وجهه نظري الشخصيه. when you pitch لانفستر انت محتاج الاكسبرتيز بتاعته والسبورت بتاعته، غير لما تبيتش لفي سي انت كل اللي محتاجه منه كاش تو بيرن وعشان يساعدك في الفالويشنز بتاعتك مستقبلا. فدي بس نقطه مهمه جدا لما تبقى بتبيتش لانفستر، عشان دايما الرد على هو الفالويشن جه منين، دي المالتيبلز المتعودين عليها مع الفي سيز في الفالويشن، مع الانفستر بتبقى البرسبكتيف مختلفه انك عايز الاكسبرتيز بتاعته اكتر من ذا ماني بارت يعني. فساعتها ممكن تديسكاونت شويه عشان تاخد الاكسبرتيز دي اللي هي فاليو ملوش دعوه بالمالتيبلز اللي انتوا بتستخدموها. محتاجين نعمل فوتنج متهيألي. انا بصراحه رايي طبعا فكره هايله وشغل هايل معمول، بس الفالويشن
صعب قوي يعني. بالسبب ده انا اوترت للاسف. هو فكرة كويسة جدا. الحتة اللي هي موتراني شوية، اولا فالويشن عالي جدا، الكاش بيرن عندك سريع جدا، ان انت هتعمل كاش بيرن 16 مليون في فترة صغيرة ومدي برسنتج قليلة من الشركة، ولسه كل ده بريدكت يعني، كلها توقعات بس لسه ما فيش اي حاجة سوليد يعني. فانا اوت. شكرا. يعني الفيدباك بتاع حضرتك فيري ابريشيت. من اول ديت شايف ان انت لازم تلعب في الدومين بتاع الشريحه العمريه او الاطفال في السن دوت بطريقه السايكولوجي اللي انت فاهمها، بتاعت ازاي تحسسه انه كبير صح. ومسؤول و... صح. وبياخد قراراته exactly. بقى كل السكيورتي ميجرز اللي محتاج تاخدها صح. عشان تطمن الاهالي. انا شايف لو ركزتوا في الدومين دوت انت عندكم فكره حلوه جدا definitely. وممكن تاخدوا حته من الماركت حلوه وهتلاقي التانيين مش عايز يخش فيها لانه طبعا. عنده البيزنس الكيكه الاكبر زي ما بيقولوا بتاعته بتاعت الفاينانشال ماركت الطبيعي. انا شخصيا متفائل بيكم جدا. أنا شكرا جدا، وده بالنسبه لنا مهم قوي. ايمن انا مشكلتي الاساسيه ان الكاش فلوز بتاعت الشركات اللي زي كده مش واضحه بالنسبه لي، فدي بتعمل لي عائق. انا عجباني جدا الفكره وشايف الباشن، بس شكرا جدا. مشكله ان الكاش فلو مرهق. الحاجه الثانيه، انت الحلم بتاعك الاكبر كام؟ في 20 مليون طفل في مصر في الشريحه دي، بس طبعا احنا مقسمينهم بقى يعني، احنا مقسمين ده 20 مليون طفل ده مصر كلها، بس لو بنتكلم على الاربن مثلا بوبوليشن بنتكلم في حوالي 8 مليون طفل، لو بنتكلم على المحافظات الرئيسيه بنتكلم في 4.5 مليون طفل. طب انت قلت الدرت عالي. ها آه، كلامك كلام ايمن بيه هو اللي ما ينفعش ايمن بيه الكلام احنا قاعد. بص انا هديك اوفر مني انا واحمد، هيبقى اوفر هيبقى صعب عليكم شويه. هناخد 50% ب 16 مليون جنيه اللي انتوا طلبتوه. 50% كتير جدا. طب عايزين تتكلموا مع بعض شويه؟ طبعا صعب جدا. طبعا ممكن نقلل. طب يلا قول جو هات. طيب خلاص احنا هي 16 مليون البرسنتج اللي نقدر نستغنى عنها هي 20%. ده ماكسيم. صعب عشان دي يعني كمان اول مرحله لينا، لو احنا فقدنا احنا كفاوندرز نسبه كبيره قوي من النسبه بتاعتنا احنا شخصيا ده ياثر على حتى الفيوتشر بتاع المشروع. ف احمد هيديكوا الكاونتر اوفر وهو ده اخر حاجه. 40% ده 40%. صعب جدا. ربنا يوفقك. شكرا. هتعملوا كويس جدا ان شاء الله. الابلكيشن بتاعتكم هايله وانتوا هايلين. شكرا. هتلاقوا انفستورز ثانيه. شكرا جدا ليكم. وهنسمع عنكم حاجات. احنا مبسوطين بالفيدباك بتاعكم جدا، ويعني اتمنى ان احنا حتى كمان يبقى في بيننا يعني اي تايم كونسلتنسي اي وقت. احنا تحت امركم. شكرا. هاي شاركس، احسن استثمار انك تستثمر في التالنتد كاليبرز، لان الامباكت بتاعها بيأثر على مستقبل كل الشركات والستارت ابس في الريجن. وللاسف 70% من الشركات بيعانوا عشان يلاقوا الكوادر المناسبه ان هم يشتغلوا معاهم اكوردنج تو USAID. ومن الناحيه الثانيه في اكتر من 6 مليون طالب وخريج عندهم مشكله يا في التكنيكال او السوفت سكيلز او اللغات، وده بيصعب عليهم جدا ان هم يشتغلوا. عشان كده كارير 180 is one stop shop من التأهيل للتوظيف، بحجم ماركت في العالم دلوقتي أكبر من 72 مليار حاليا. على كارير 180 بلاتفورم انت تقدر دلوقتي تدخل تلاقي الشركات العالمية كلها أو الشركات المحلية أو الجهات الحكومية أو الستارتوبس، بنصور معاه كورسز بيحطوا الكورسات بتاعتهم عندنا علشان يعرفوا الكاليبرز أكتر عن المتطلبات اللي الشركات بتاعتهم محتاجاها وعن الماركت، ويعرفوهم إيه المجالات المختلفة. هدفنا نوصل لأكتر من 2 مليون مستخدم خلال السنتين اللي جايين عشان يستخدموا السيرفيسز بتاعتنا. في خلال السنة ونص اللي فاتت أخدنا pre-seed investment من Adventures عشان نوصل اللي احنا فيه دلوقتي،
والاسك بتاعنا ان احنا عايزين 3 مليون جنيه في مقابل 5% علشان نحقق الاكسبانشن بلان اللي احنا نطمح ليها. فايه رايكوا يا شاركس؟ اسمكم ايه يا شباب؟ محمد اكمل وشروق. لو انا فهمت صح الفرق ما بينكم وبين اي ريكروتينج بلاتفورم تاني هي حته التاهيل مش كده؟ بارت بتاع التاهيل وبارت ان احنا مش مجرد تاهيل، يعني في اكيد شركات كلكم تعرفوها بيعملوا كورسات، احنا بنخلي الكوربس هي اللي بتعمل الكورسات دي مع التوب اكسبرتس برده. فالكوربت عندهم نيدز، مثلا في كوربت عاوز تعين انجينيرز فبييجوا يصوروا معانا كورس عن الانجينيرنج، فبيبقى فيه الكواليفيكيشنز اللي هم محتاجاها هنا لاي مهندس يشتغل معاهم، ايه المهارات، ايه الحاجات تيبس اند تريكس في المجال ده. فبيقدر الشخص ان هو ياخد الكورس بتاع الشركه وبعديها بياخد ادفانس كورس في نفس المجال ده من التوب اكسبرتس، وبعديها زي ما اكمل كان بيقول يقدر ياخد شهاده تاهيليه او كورس تاهيلي لاكبر شهاده في المجال ده، وكل ده على بلاتفورم واحده. ويبقى عنده بروفايل على الويب سايت بيبقى فيه كل البروجرس بتاعه، الكورسات اللي خدها، البادجز اللي خدها، كل حاجه، عشان يقدر الريكروتر يبص على البروفايلز ويسكرول داون كده بشكل سهل فيلاقي الفايل التالنت كاليبرز على طول. والله عجبني جدا البيزنس موديل بتاعكم، واي بليف ان هو ماتش نيدد يعني. ولكن انا تايه ما بين انت على الارض وما بين انت زي بلاتفورم للتوظيف وزي بلاتفورم تاني للتريننج وفي نفس الوقت للأسسمنت وزي ما انت قلت برضو للسيرتيفيكيشن. كل بوابة من دي عجباني جدا، بس انا مش عارف how do they all come together، وهل احنا بنتكلم على تاك ولا بنتكلم على حاجة على الارض اكتر؟ احنا موجودين من 5 سنين ككارير 180 وايجيب كارير سامت اوف لاين، فاخدنا الانفستمنت في خلال السنه ونص اللي فاتت عشان نبدا ان احنا نشتغل نجو ديجيتال وكل البروسيس تبقى كلها اوتوميتد وكل حاجه تبقى ديجيتال اونلاين. فاحنا يعتبر بادئين اونلاين وبادئين ان الناس تبدا يعملوا سبسكريبشن من شهر 6 بس اللي فات. اوكي، انتوا اوف لاين ايه كنتوا بتعملوه؟ احنا بنعمل ايجيب كارير سامت، هو دلوقتي بقى اكبر كارير ديفلوبمنت ايفنت بيحصل في مصر، يعني اعتقد برضو زي ما كان اكمل بيقول كل الشركات دخلت طبعا فيه. عارفين عنه كويس. يس، فده يعتبر بالنسبه لنا كان اكبر ايفنت بيحصل، وعلى مدار السنين بقى ايدج كبير قوي. فوانس ان احنا وي لونش الكارير 180 ويب سايت، احنا عملنا اللونشنج بتاعنا في كارير في ايجيب كارير سامت، ده طبعا خلى ان احنا في نفس اليوم التراكشن كان مش طبيعي، يعني حتى اول انفسترز قالوا لنا احنا عمرنا في حياتنا ما شفنا الرقم ده في فتره صغيره زي دي. فاحنا بالنسبه لنا دلوقتي الاوفلاين ايفنتس هي مجرد ماركتنج اند اكوزيشن تول. طيب انا دلوقتي لما بدخل على، يعني عشان انا مهتم بالتعليم، فلما بدخل على انستغرام بيطلع لي كل 5 دقائق شركه بتبيع اونلاين كورسز في الطبيخ، في الهندسه، في الدروينج، في اي حاجه. yes. ايه اللي يخلي الناس يعني تروح للكورسات بتاعتكم مش الكورسات بتاعتهم؟ زي ما حضرتك بتقول ان انا ممكن افتح انستغرام الاقي مثلا كورس عن الطبيخ، شفت الكورس وخلاص وقفلت. ممكن احنا بقى على كيوان اي تي ويب سايت هشوف كورس عن الطبيخ بس اللي بيديه تي بي اس، بيقول لي انا ازاي اشتغل في تي بي اس، ايه الكواليفيكيشنز اللي انا محتاجها، ايه السوفت سكيلز اللي انا محتاجها، وبيديني نو هاو شويه في الكورس، يعني اديوكيشنال مش مجرد انا باخد كورس وخلاص، بفهم فيه اكتر ازاي ادخل الماركت ده وازاي ابقى قويه فيه وازاي اعمل بروجرس فيه. وبعد الكورس ده بقدر ان انا اخد ادفانس كورس اكتر، ابقى خلاص بعرف اطبخ حرفيا، وبعديه اقدر اقدم على الفيكنسيز بتاع تي بي اس لان انا اوريدي اي هاف تي بي اس بادج. فهو مش مجرد ان انا باخد كورس وخلاص، انا باخد كورس وفعلا بيبقى عندي فرصه كبيره قوي ان انا اتعين في الشركه اللي انا اخدت الكورس بتاعها. احنا عاملين موديل كده شو كيس موديل اسمه مطلوب، ده لسه ان شاء الله بنجهز له علشان يطلع، كله عباره عن سيلز وديجيتال ماركتنج في الاول. يعني احنا الفوكس بتاعنا على التو بارتس دول بس. فعايزك تتخيل الشخص دلوقتي داخل بيبدا الجيرني بتاعته ان هو بيعمل اسسمنت سايكومتريك تيست، بعد السايكومتريك تيست بيدخل يبدا ان هو اختار هو سيلز ولا ديجيتال ماركتنج. في الاساس هو عارف اخد السيلز، خلاص انا دخلت في السيلز، دلوقتي بالنسبه لي بعمل تيست في السيلز، احنا اللي عاملينه علشان احنا عاملين الكريكولم ديزاين مع الحد الاكسبرت بتاع السيلز عشان نعرف الشخص ده الليفل بتاعه عامل ازاي في السيلز، يا بيجنر يا انترميديت، مفيش تاني اوبشن عندنا. والانجليش بتاعه ليفل عامل ازاي علشان ويل نوت اكسبت حد في البروجرام ده في الاول تحت ليفل بي 1. حلو، الشخص دخل بياخد 5 اسابيع كورس، 5 اسابيع دول بيكون كورس عن السيلز يا اما الديجيتال ماركتنج جينيريك ما لهوش حاجه كاستمايزد جوه. ديورنج ال5 اسابيع بياخد كونتنت بتاع الانجليش برضو اللي هو من بي 1 لبي 2، وبياخد الحاجات الكورسز اللي معانا ريكوردد في السوفت سكيلز. بعد كده بيبقى في تيست لمده اسبوع، بيخلص التيست ده اللي هو في الاسبوع ده بيبدا يكمل 5 اسابيع تانيين. بس عارفين ثانويه عامه التنسيق هو طلعت ريزلتس، فبيبدا يختار التنسيق بتاعه اكوردنج للتنسيق واحده من 4 حاجات: بزنس ديفلوبمنت او بي تو بي سيلز او تيلي سيلز
او ريل استيت سيلز، ده بالنسبه للسيلز. بالنسبه للديجيتال ماركتنج، كوبي رايتنج اند كونتنت، سوشيال ميديا او ماركتنج بيرفورمانس واستراتيجيك ماركتنج، والحاجه الرابعه كانت مش فاكر، سوشيال ميديا مودريشن. فده اوفرول اربع حاجات اللي هاخدوهم. انت كده شديت انتباهي. اوكي بس اكمل دلس كمل. خلصنا الجيرني دي، بنعمل حاجه بقى اللي احنا اقوى فيها، الشوكيسنج. ايه الشوكيسنج؟ وده اللي عايزين الانفستمنت علشانه، ان دلوقتي افتح الموبايل ابلكيشن، اي امبلوير معانا من ال 1500 امبلوير، معانا سويدي، معانا تي بي اس، معانا بي تك، معانا امريكانا، معانا زيفندو، اي كان الامبلوير او الحد الموجود معانا، عايزين نفتح الابلكيشن كل يوم 5 في الشهر. الويف الجديده طلعت، يور سوايبنج، الناس دي عامله شوكيسنج، الحد اللي هو انترستد فيه يجست سكادجول ان انترفيو معاه، واحنا الاكونت مانجرز نبدا نهاندل الاوبريشنز نفسها. انت مع الامبلوير ولا مع الامبلوي؟ احنا البيزنس موديل بتاعنا بيقوم على الاثنين، ان هم يدفعوا فلوس. يعني انا بالنسبه لي كاليبر بيدفع فلوس كوميتمنت فيز، الفلوس دي نفسها هو بيدفعها علشان يجيت هايرد، هو دفع علشان ياخد البروجرام كله. بالنسبه لي الامبلوير مش هيدفع فلوس، هيدفع فلوس في حاله ان هو حد you just hired someone, you will pay half of the salary. نص السالري بتاعك هتدفعه علشان نص السالري بتاع الشخص ده. فاحنا بناخد فلوس كرافنيو من الامبلوير، وبناخد فلوس من الكاليبر نفسه. طب انتوا بتعملوا كام ريفينيو في السنه؟ احنا سو فار عملنا 15 مليون، اخر سنه عملنا 8 مليون. أيوة. جنيه 22 8 مليون جنيه. اه خمس سنين 15 مليون، منهم 8 مليون في السنه اللي فاتت بس عشان الاونلاين. يعني ديجيتال مارجنز ايه السنه اللي فاتت؟ بروك ايفن. بس ليه؟ علشان كان كوست عندنا بقى الاستوديو، وكوست الاب نفسه والحاجات اللي احنا بنبنيها دي كلها كانت كوست مرعب قوي بالنسبه لنا، والماركتنج والاكسبوجر كان كبير. بس البلان بتاعتنا ان شاء الله السنه دي 2023 ان احنا الريفينيوز 20 مليون، والحمد لله سو فار احنا دلوقتي ما خلصناش شهر 2، لسه ما احنا كسرنا ال 2 مليون الحمد لله. يعني احنا وي ار اكسيدنج ذا بلان. جروس مارجن ازاي؟ ما علشان عندنا خلاص الجزء بتاع الديجيتال عندنا بقى 200 كورس موجودين. انت بتقول احنا شهر 2 وعملنا 2 مليون. yes. ازاي هتوصل ل 20 مليون في اخر السنه؟ في 10 اشهر 20 مليون. لا. ازاي؟ دول شهرين مش شهر واحد. المفروض يبقوا في شهر واحد. المفروض ال 2 مليون يبقوا في شهر واحد. انت عملت 2 مليون في شهرين. شهر ونص. شهر ونص لسه ما كملناش. لسه ما كملناش شهر 2. يعني مين اول السنه كمان بيبقى يعني الدنيا لسه. متوقع السنه دي مصاريفك قد ايه؟ اوكي الكوست بتاعنا احنا وير بلاننج السنه دي ان شاء الله يبقى 18 مليون. البارت التلت منه بيبقى حوالي 6 ل 7 مليون، ده سالاريز بتبقى بتاعه التيم. التيم بتاعنا كبير، والتيم بتاعنا من فعلا من احسن الكاليبرز. يعني انا عايز اشكرهم فعلا، التيم بتاعنا من اقوى الكاليبرز الموجودين. واضح. ما شاء الله عليهم جامدين قوي. فانتوا يو ريبريزنت التيم بتاعنا. لا هي التيم بتاعنا احسن. لا يعني واضح الكالتشر وال الفابريك باين، الخامه باين. ثانك يو ثانك يو بجد. بس تاني فانت النهارده لو انت هتصرف 18 وهيجي لك 20، محتاج ال 3 مليون في ايه؟ احنا اول حاجه هنعمل موبايل اب اللي كان احمد بيقول عليه للشو كيسنج، فده طبعا ويل تيك ماني. حاجه تانية الاكسبانشن، احنا سو فار بكل الارقام اللي عندنا احنا متهيألي اقل شركه في مش بس في الماركت بتاعنا، في كل الماركتس بندفع ادز لانه اوريدي وي هاف اورجانيك ريتش. فاحنا وي وونت تو سبند ادز، عاوزين نعمل ماركتنج كامبينز عشان نوصل لعدد اكبر في كل المحافظات والسعوديه والاردن. وي هاف اور اون انجينيرنج تيم باي ذا واي دلوقتي. ف ويل نوت جونا كاونت على كله اكسترنال. احنا معانا تيم، وكمان احنا معانا 15000 فريلانسر باي ذا واي على البلاتفورم. فاحنا الكوست يعني انتوا لو محتاجين اي حاجه ليترلي اي حاجه بايا كان السعر عامل ازاي، من سعر ايه لحد فوق، هتلاقي دايما نعرف نجيب الحد ده. يعني دي حاجه احنا شاطرين فيها قوي. فلا نقدر، ده بالنسبه لنا مش اكبر تشالنج. التشالنج الاكبر بالنسبه لنا الاكسبانشن بره مصر. معلش اكمل تاني، ايه ال 15000 فريلانسر دول؟ 15000 يوزر كفريلانسرز. احنا احنا بنوفر فول تايم جوبز، بارت تايم جوبز، انترنشيبس او فريلانسنج جوبز. فالفريلانسرز في 15000 فريلانسر دول موجودين على البلاتفورم عندنا. الناس تقدر تهاير ذم من على البلاتفورم زي زي الفريلانس بلاتفورمز العاديه. يس 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 يس. باي ذا واي دي برضو حاجه وي نيد تو منشن، هو ده اندر امبريلا كولد فريلانس يارد تحت كارير 180. دي ليها ويب سايت تاني بس بنشتغل فيها على الماركت اللي بره مصر علشان يحطوا فيها الفيكنسز للفريلانسرز المصريين، وبناخد كوميشن. ايوه ناخد 13% كوميشن على البروجكت نفسه اللي بيبقى شغال. انا شايف ان اكبر قوه في مصر هي الناس اللي فيها، فان انتوا تعرفوا ازاي تظهروا الكفاءات and you invest في الكفاءات وان احنا نستثمر فيها بكل الكورسز دي، حاجة عظيمة جدا. I love it جدا. Thank you. يعني احنا امبالي دي احسن حاجة الواحد بيعملها في حياته، انه يستثمر في الناس اللي معاه. I think it's good. يعني انا 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 out عشان الفالويشن انا شايفها عالية قوي at 30 times net income. اوكي
اعتذر انا اسف. اوكي البرايسنج شكله عامل ازاي؟ عشان ده بالنسبه لي مهم جدا في السكيلينج وال صح. والبوتنشال تراكشن شكله عامل ازاي يعني. اوكي طيب انا ممكن بس اول ما خلي بالك السايد توك ده في مصلحتك في الدراسه اوكي احنا الشهر بيبقى 150 جنيه بيبقى الكوارتر ب 450 جنيه والسنه بتبقى ب 700 جنيه ده كسبسكريبشن بلان بيبقى في الريكروتمنت سيرفيسز بنبقى بناخد نص سالري بتاع اول شهر او يبقى لو عايز بس يبوست الجوبس بتاعته كفيكنسيز مش احنا وي دونت جرانت ان احنا نجيب الشخص نفسه بيبوست بس الفيكنسيز تبقى ب 1000 ونص في الكوارتر. وبالنسبه للحته الفالويشن هو بس الفكره ان احنا اصلا اما خدنا بري سيد انفستمنت فاحنا عندنا يعني الفالويشن بتاعنا بيزد على بريفيس اكسبيرينس حصلت معنا قبل كده وبيزد على ك ما انا بقول بس بقى على الحته دي بس انا خدت قرار بس انت انت بيست الرقم ده كان امتى الفي سي دخل معاك؟ من حوالي سنه ونص ما بين سنه ونص لسنتين. انا هعمل لكم اوفر مش انفستمنت اوفر كعميل ايه ده اي لوف اللي انتوا عاملينه دوت وحاسس انكم عندكم بوتنشال كبير جدا بس انا تاني كعميل انا عايز اقعد معاكم ضروري شركتي نقعد نتيلر كورسز للنيد بتاعنا كشركه في المجال بتاعنا في احنا في جروث فيز كبيره جدا في الشركه عندنا وعارفين كويس قوي احنا محتاجين ايه الفتره اللي جايه سواء on recruitment level او development للتيم اللي موجود حلو انا كانفستمنت لان انا حاسس ان كل لسه في فيز محتاجه في سيز اكتر وبيرن ريت عالي I am out as an investor. Thank you. انا من نيابه عني ومحمد وايمن احنا مهتمين جدا بالمشروع بتاعكم وعشان كده احنا بنقدم اوفر لكم 7 مليون باوند قصاد 30% to be paid over 2 years بجانب ان كل شركاتنا will support you. عشان احنا شايفين مش هيكفيكوا 3 مليون مظبوط انتوا محتاجين اكتر عشان البيرن ريت في الفتره اللي جايه هيبقى عالي وانتوا زي ما بتقولوا لو عايزين فعلا تخشوا بره وعايزين نربط ما بين ان احنا نشغل الناس وهم موجودين في مصر بره ده محتاج مجهود ومحتاج ماركتنج عالي جدا ومحتاج بلاتفورم يتغير كومبليتلي عشان لازم نعمل زي سكورينج للناس ويبقى كل امبلويي من اللي شغالين ليه كودز وكده فمحتاجة ديفلوبمنت اي تي ومحتاجة ديفلوبمنت ماركتينج كبير جدا فاحنا شايفين ان المبلغ 3 مليون ده مش هيكفيكوا وهنحاول طبعا يعني نديكوا كل الخبرة اللي عندنا في الحتة دي بحيث نقدر نساعدكم. اوكي ايمن انا معاك لا اقول كلمه يعني احب جدا 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 اشتغل مع ناس زيكم حاجه مشرفه جدا وشايف حاجات اقدر اضيفها من اللي انتوا قلتوه كله في الاستراتيجي اكتر من اي حاجه عباره عن حاجات انا وقعت فيها قبل كده وحفر كذا ممكن نتفاداها عشان انا حاسس افكار حلوه وكتيره جدا لا بس في لازم حاجه اسمها فقه الاولويات هو ايه اهم من ايه ايه اسهل حته اخش منها ففي حاجات زي كده اي بليف كده او كده انتوا خدتوا الاوفر ما خدتوش الاوفر نقدر كلنا كل اللي قاعدين هنا هيساعدوكوا بوث ويز بس انا مش دايما بعمل كده بس فعلا ده اوفر قوي جدا يور جيتنج مور فاندز لرؤيه الشاركس انتوا احتياجكم شكله عامل ازاي الشير اللي مطلوب قصاد الفاندز الزياده دولت انا شايفه ريزونبل جدا والاهم اللي انا شفته في تعليق الثلاثه اللي عارضين عليكم الاوفر ده في باشن غير طبيعي ورا الفكره هم اشتروكوا فيعني انا شايفه فعلا يعني اوفر جو جون زي ما بيقولوا هو شرف كبير جدا 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 لينا الاوفر ده وشرف كبير اصلا احنا نكون موجودين معاكم النهارده احنا شرف لينا يعني وبجد ثانك يو سو ماتش فور يعني كل الكلام التشجيع اللي قلتوه يعني فعلا حاسه ان احنا وي هاف يعني جريت فايبس دلوقتي ف 7 مليون حلو قوي بس 30% كتير قوي يعني احنا بالنسبه لنا زي ما اكمل بيقول احنا الفند او الحاجه الريزنج اللي احنا بنعمله دلوقتي هو بريدج احنا بالنسبه لنا احنا فعلا جراس بتاعنا في اقل من 7 شهور او 8 شهور الارقام عماله تزيد قوي سنس وينت ديجيتال وفعلا كل يوم الجراس بتاعنا بيزيد عن اليوم اللي قبله كل يوم بنجيب الافات من الكلاينتس دينا كاونتر اوفر على طول عشان ايه احمد بس خلي بالك احمد هو المندوب قبل ما تدي الكاونتر اوفر لازم تعرفي ان الفالويشن في كل حته هبطت اليومين دول ما هياش الارقام اللي موجوده وكل البروميس اوفرز اللي بتجيلكم او اللي كانت بتجيلكم ساعه الجد مش كلها بتتنفذ احنا بنديكم اوفرز جدية وبننفذ جديا فيعني consider دي قبل ما
ما تدي الكاونتر اوف. هي بس وي ديسكاسد ات بيفور ان احنا هنبقى عايزين بس نطلع برسنتج معينه علشان نقدر بعد كده نقدر نريس فوند علشان طبعا. زي ما قلنا سيريس اي فهي دي بس كده ما قلنا لكمش ولا 40 ولا 50 ولا حاجه برغم ان احنا اديناكوا مرتين ونص اللي انتوا طالبينه يعني. اوكي يس. انت بالشاركس اللي مقدمين 3 شاركس مقدمين لك اوفر في احتمال كبير وما تحتاجش تجو فور سيريز بي وسيريز سي. لا 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 هو لازم انت عايزينه يدخل سيريز اي وسيريز بي وكله بس احنا عايزينه ياخد نفسه ويكبر الشركه والارقام تزيد قوي عشان لما يدخل سيريز اي يبقى فعلا اون سوليد نمبر. يعني لما تخش سيريس A وانت موجود في مصر والسعودية وفي الأردن غير لما تبقى داخل سيريس A وانت موجود في مصر بس. بص أنا عامة أنا ما كنتش هبقى معاهم لو مش انتوا. وحاجة تانية مهمة جدا عشان الكاش فلو، أنا راجل لسه شغال على بتاع الأبيض والأسود بتاع زمان قديم. كاش فلو بتاعكو بوزيتيف، هو ده اكتر حاجه ايه شجعتني. ولا بقى داخل بقى سيريز ايه ولا سيريز بي ولا 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 احنا ان شاء الله نكبر الموضوع ده مع بعض. اوكي يا اي لا بقى. بالنسبه لنا هو للاسف احنا عايزين نطلع بس هو ال 5% الاوفر هيبقى بالنسبه لنا هيبقى صعب قوي تشالنجينج قوي، مش الاماونت على قد البرسنتج نفسه، فده اللي تشالنج بالنسبه لنا جدا. بس اجينا بالنسبه لي انا كان اهم حاجه ان انا اعرف اقعد معاكم علشان نعرف نظبط بعد كده، لان اجين يور اور كاستمر اور كلاينتس اكشلي في حاجات موجوده اصلا دلوقتي وعايزين كمان نقعد اصلا يس تبقوا ماترس معانا. انا عاجبني جدا جرأتك ان انت يو ريفيوزد الاوفر فروم ذيس 3 شوت. للاسف دي جرأة كويسه. اوكي دي جرأة كويسه، ممكن تدفعوا ثمنها بس جرأة كويسة. أوكي بحب الناس اللي عندها الجرأة دي، وزي ما احنا بنقول احنا we all stand behind you. شكرا جدا بجد. شكرا جدا.